السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة ده هتبقى خاصة بازالة الكرش. كل الناس اللي هي عندها كرش، في ناس دايما بتقول لي انا جسمي كويس بس اللي مضايقني ان انا عندي كرش او عندي ترهلات. احنا النهارده يا جماعه الكوبايه بتاعتنا دي ان شاء الله هتبقى كوبايه سحر. سحر ازاي؟ هتنزل معانا الجوانب والارداف، كل المناطق البذق اللي احنا دايما بنشتكي منها او بتبقى مضايقانا في اللبس او في الخروج او في اي حاجه. ده ان شاء الله هنعمل الكوبايه وهنعمل ان شاء الله الحلله. حلله اللي هو ايه؟ هتبقى كوبايه كويسه جدا. الكوبايه ديت هتحرق معاكي كل الدهون اللي انت بتعاني منها، خلاف كده وكده كمان ان شاء الله احنا هنحط عليها مكون كويس جدا. المكون ده هيزود معاكي معدل الحرق بطريقه كويسه، حتى لو انت جسمك ما بيحرقش في لا قدر الله غده في اي حاجه. يعني في بنات كتير او في ناس كتير دايما بتشتكي انا عندي غده وجسمي ما بيحرقش. انا هقول لك على كوبايه، الكوبايه دي هتبقى سحر، هتنزل معاكي كل الدهون وهتزود معدل الحرق في نفس الوقت. يعني يمكن انا اعرف ناس كتير جربوا الوصفه دي كان وزنهم يمكن كان فوق ال 100 كيلو، وفعلا الوصفه دي جابت نتيجه معاهم كويسه جدا. يعني مش عايزه اقول لك ان هي نزلت وزن، يعني وزن كبير جدا. ده مع الوصفه ديت، وان شاء الله يعني خلال 10 ايام بالظبط هتلاقي في فرق كبير جدا معاك. وعايزاك توزني نفسك قبل الوصفه وبعد الوصفه، هتفاجئي ان ما عادش ليكي لا كرش ولا جوانب ولا ارداف. بس في شويه يا جماعه، يعني شويه حاجات بسيطه كده احنا، او شويه خطوات بسيطه احنا هنتبعهم، اللي هم ايه؟ اول حاجه شرب الماء كتير، تاني حاجه هنقلل من النشويات شويه، هنقلل من السكريات، مش هنمنع نفسنا ولا هنحرم نفسنا من حاجه. خلاف كده وكده كمان الكوبايه ديت اللي احنا هنعملها النهارده دي، ده هتسد الشهيه معاك غصب عنك. يعني ايه غصب عنك؟ يعني اتبع معايا كده الوصفه للاخر عشان اقول لك هتسد معاك الشهيه امتى، لو انت خدتها قبل او بعد، وهتقول لك برده هتنزل معاك الوزن امتى برده لو انت خدتها قبل الاكل او بعد الاكل. فالمفروض ان انت تتابع معايا الوصفه للاخر عشان تجيب نتيجه كويسه معاكي، وان شاء الله هتستفادي من الوصفه ديت. واتحداكي لو انت وزنك ما نزلش عليه. بسم الله ونخش نشوف الفيديو كده. وقبل ما نخش نشوف الفيديو، يا ريت كلنا نحط لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتنا يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصلوا مني كل جديد. ويا ريت حبايبي ومتابعيني يشيروا الفيديو علشان ناس كتير تستفاد منه، واللي يشير يكتب لتاني. يلا بينا كده يا بنات نشوف الوصفه مع بعض. مبدئيا كده يا بنات اول مكون معايا اللي هو ايه؟ القهوه. انا معايا كده نص معلقه صغيره من القهوه على حسب رغبتك انت بقى، لو انت بتحبيها تقيله بتحبها خفيفه، مش بتحبها مثلا لا تقيله ولا خفيفه، يعني على حسب ذوقك انت وعلى حسب ما بتشربي. ده كده انا معايا نص معلقه من البن، اي نوع بن متوفر عندك استخدميه. اي نوع موجود عندك او متوفر عندك انا ببسط عليك الامور يعني بطريقه كويسه جدا. اي نوع عندك متوفر من القهوه استخدميه، لان في بنات كتير قبل كده يعني قالوا لي ايه اي نوع قهوه نستخدمه، البن العربي ولا التركي ولا لا، مش هتفرق لا عربي ولا تركي، اي نوع متوفر عندك استخدميه. تمام. تاني مكون برضو معايا، تاني مكون معايا اللي هو الشاي. تمام. ده كده يا جماعه الشاي اهوت، يبقى انا دلوقتي معايا في الوصفه بتاعتي شاي وبن. وفي مكون بقى، ده المكون ده سحر بقى، لو انت حطيتيه على القهوه والبن ده يعتبر سحر. هننزل عليهم كده بقى بالميه المغليه. وهنبدا ان احنا نقلب اهو بالشكل ده كده. لا هنقول لا سكر ولا عسل ولا اي حاجه، لازم تشربها كده. وعلى فكره يا بنات محدش يستغرب ان احنا بنحط بن على قهوه، لا، معظم الناس بتشرب البن على القهوه، وده بيبقى الكوبايه المفضله عندهم. يعني محدش يستغرب ان انا حطيت قهوه على بن، لا، القهوه والبن ده، قصدي الشاي والقهوه او الشاي والبن، ده اكتر حاجه بتزود معاك معدل حرق وبتحرق معاك الدهون. ده بقى يا جماعه بصوا بقى، ده المكون السحر بقى، ده اللي احنا ان شاء الله الحبهان او الحبهيل، ده اللي احنا ان شاء الله هنحط على الكوبايه بتاعتنا النهارده. هنفتحها كده اهوت بالشكل ده كده اهو، وهنفضيها وهنحط كمان القشره بتاعتها، مفيش منها مشكله ولا حاجه. برده نفس الشيء اهو، بصوا بقى انا بفتحها كده اهو،
وبقوم مفضيه كل الحبوب السمر اللي فيها دهيت ده عشان تجيب معايا نتيجه كويسه. وخدوا بالكم كمان في ناس كمان شرب القهوه عندهم دايما بيطحنوا الحبهان او الحبهيل على البن او على القهوه وبشربوها، دي بتبقى يعني حاجه كده مفضله عند ناس كتير، محدش يعني يستغرب ولا حاجه، لا ده بتبقى كويسه جدا يا جماعه. لا نقول بقى على سكر ولا نقول عسل ولا اي حاجه، حاولي ان انت تشربيها بالشكل ده كده. هقول لك بقى امتى ان انت، بصوا بقى الاول قبل ما اقول لك هتاخديها امتى، إيه هنغطي عليها كده اهوت، نغطي عليها كده حوالي 10 دقائق لغايه ما نحس ان هي بدات تبرد معانا شويه ونقدر ان احنا نشربها، تمام؟ بعد ما نغطي عليها، علشان طبعا البخار دوت انا عايز استفاد منه ومش عايزاه ان هو يتطاير. طيب هنشربها قبل ولا بعد؟ هقول لكم على طريقتين اتنين. لو انت عايزه تسد الشهيه، خدوا بالكم من النقطه ديت، لو انت عايزه تسد الشهيه معاكي مش عايزه تاكلي كتير، اشربها قبل كل وجبه بنص ساعه، تمام كده يا جماعه اتفقنا؟ يعني لو انا عايزه اسد الشهيه مش عايزه اكل كتير، هشرب كوبايه زي دهيت قبل الاكل بنص ساعه، برده هتسد معاكي الشهيه وهتخسي في نفس الوقت، هتنزل دهون هتنزل وزن. وخدوا بالكم كمان يا جماعه الناس اللي هي مش واخده بالها من الدهون، اللي هي الدهون اللي هي بتبقى موجوده على الاحشاء الداخليه ديت، وده بتبقى اخطر حاجه، حاولوا ان انتوا تخلي بالكم منها. الناس اللي هي جسمها زاد شويه حاول ان هي تحاول تنزل جسمها، لان دي فيما بعد بيحصل ضرر وحاجات كتير، تمام؟ يبقى انا قلت اول حاجه ان احنا لو احنا خدناها قبل الاكل بنص ساعه دي هتسد معانا الشهيه وهتنزل برده معانا الوزن. طيب الحاجه الثانيه، لو انا خدتها بعد الوجبه بنص ساعه هتعمل ايه؟ هتحرق معايا الدهون بطريقه كويسه جدا. يعني انت ليك الاختيارين اتنين، ممكن تاخديها قبل الاكل بنص ساعه او بعد الاكل بنص ساعه. لو احنا خدناها بعد الاكل زي ما انا قلت لكم يعني انت وراحتك بقى، ممكن تاخديها بعد الاكل بنص ساعه، ممكن تاخديها بعد الاكل بساعه، على حسب راحتك. لو احنا خدناها بعد الاكل هتحرق معاكي الدهون اللي انت كلتيها في قلب الوجبه، وكمان هتحرق معاكي الدهون اللي مخزونه في جسمنا، تمام؟ يعني في تلك الحالتين هتبقى برده كويسه جدا. طيب هناخدها كم مره في اليوم؟ هناخدها مرتين اتنين في اليوم، مره اما قبل الغداء او بعد الغداء زي ما قلت لكم، يا اما برده قبل العشاء او بعد العشاء، يعني على حسب اختيارك انت. وقلت لك قبل بتعمل ايه وبعد بتعمل ايه، تمام؟ طيب ده كده الكوبايه بتاعتنا، وقلت لكم وخلصنا منها كده، ودي كانت الوصفه بتاعتنا. طيب هنيجي الصبح بقى هنعمل ايه؟ الريق اول ما نقوم من النوم هنعمل ايه معايا؟ ممكن عصره ليمونه، يعني نص ليمونه، ما عندناش ليمون او بنتحسس من الليمون، في ناس كتير يا جماعه بتتحسس من الليمون، هقوم جايبه ايه؟ هقوم جايبه اللوبش، هقوم جايبه اللوم، شايفين؟ نص واحده بس ده كفايه قوي، وهقوم حاطه وهنزل عليها بكوبايه ميه مغليه كده اهوت، بالشكل ده كده، واقوم مغطيه عليها برده، وهسيبها بقى، هسيبها كده حوالي نص ساعه، هتبص تلاقي اللون بتاعها اتغير، الميه بتاعتها بدات ان هي تغمق شويه او تصفر شويه زي ما انتم ملاحظين كده اهو، بدات الميه بتاعتها ان هي يعني ايه تحس ان هي بدات تصفر، تمام؟ هسيبها كده حوالي 10 دقائق او نص ساعه لغايه ما احس ان هي بدات ان هي تبرد معايا شويه. بعد كده ان شاء الله، بعد كده يا جماعه بعد ما يعدي نص ساعه او ال 10 دقائق اهوت، بقلبها كويس جدا بالشكل ده كده علشان تنزل كل الفايده اللي فيها، شايفين؟ حتى لو انتوا لاحظتوا معايا اللون بتاعها بدا ان هو يغمق اهو، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ ده بقى للناس اللي هي بتتحسس من الليمون. مش بتتحسس من الليمون، ممكن ان انت تستبدلي اللومي بالليمون، نص كده، نص ليمونيه تعصريها على الليمونه، نص معلقه عسل ابيض، لو حابه تشربها كده من غير عسل مفيش اي مشكله خالص، بيكون احسن برده. حابه ان انت تحط عليها نص معلقه عسل ابيض علشان تزود معاك معدل الحرق، برضه هيبقى كويس مفيش منه اي مشكله. والكوبايه ديت هنشربها كده الصبح على الريق، من قبل ما نشرب او من ما ناكل، قبل ما نعمل اي حاجه هنقوم شاربين كوبايه زي ديت، تمام؟ ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.